تنضم إلينا الآن من موسكو مراسلتنا ريجا محمد. ريجا أهلا بك، نتابع معك موقف موسكو وآخر التصريحات التي صدرت على لسان وزير الخارجية سيرجي لافروف، والتي على ما يبدو جاءت كرد على تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن التهديد النووي الروسي. نعم داليا، هذه التصريحات جاءت كرد على تصريحات الجانب الأمريكي على لسان الرئيس الأمريكي وعلى تصريحات فلاديمير زيلينسكي رئيس الأوكرانيا الأخيرة، التي كان قد تحدث فيها عن ضرورة توجيه ضربة استباقية كما أسماها لروسيا من قبل الدول الغربية ودول حلف شمال الأطلسي. طبعا الجانب الأوكراني فسر ذلك، مستشار الرئيس الأوكراني بالأحرى فسر هذا التصريح لاحقا بأنه كان يقصد منه الفترة التي سبقت بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا 24 فبراير، لكن ذلك لم يخفف من ثقل ووقع هذه الكلمة والرسائل التي بعث بها زيلينسكي لروسيا من خلالها، خصوصا وأنها أتبعت لاحقا بما كنا قد استمعنا إليه منذ قليل من دعوة الجانب الأوكراني إلى نظيره الأمريكي بتوريد منظومات بعيدة المدى للجانب الأوكراني، وذلك بغية استهداف الأراضي الواقعة في شبه جزيرة القرم. طبعا لافروف في معرض هذه التصريحات قال ان هذه التصريحات تؤكد صحة ما تقوم به موسكو في اوكرانيا. منذ فبراير الماضي كانت موسكو مضطرة لخوض هذه العملية، والتصريحات الاوكرانية الصادرة عن الرئيس الاوكراني تؤكد صحة التهديدات التي كانت تسجلها موسكو وتراها صادرة من الاراضي الاوكرانية. ايضا تحدث فيما يتعلق ب التلويحات الروسية القاضية بإمكانية اللجوء لاستخدام سلاح نووي تكتيكي، قال إن المنظور الروسي فيما يتعلق بالردع النووي لم يتغير، وهو كما يرد في العقيدة النووية الروسية كما قال سيرجي لافروف. أيضا قال إن الدول الغربية من خلال التركيز على هذا النوع من الأسلحة ورغبتها بالتركيز على رغبة الروس باللجوء إلى هذا النوع من الأسلحة تريد خلق نوع من الهستيريا الدولية القاضية بأن الروس سيلجؤون إلى هذا النوع من الأسلحة فقط لمجرد اللجوء دون ما وجود دواعي لذلك، قائلا إن موسكو طبعا كل ما يخص هذا الأمر مسجل في عقائدها النووية وعقائدها العسكرية، وهي ستلتزم بما يأتي فيها وتدعو إلى عدم خلق هذا الهستيريا والانجرار إلى ما يسميه لافروف محاولات لدعم موقف كييف. شكرا لك مراسلتنا ريجا محمد، كانت معنا من موسكو.